هوية بريس نحو إعلام هادف. شكرا وتحية لكم على تغطية هذه الوقفة الرمزية اللي كتنظمها العائلات ديال الضحايا المواطنين والشباب والشابات المغاربة اللي هم ضحايا ديال واحد العصابات إجرامية وعصابات مسلحة في المنطقة ديال ما بين الصين وبرمانيا وتايلاند وواحد مجموعة ديال الدول والفلبين. أولا جينا باش نعبروا على التضامن ديالنا والمؤازرة ديالنا لهذه العائلات. ثانيا اللي جينا نعبروا على التضامن ديالنا مع هذا الشباب المغربي اللي كيبلغ ما بين 20 و 30 سنة من العمر دياله، والمسألة كتتعلق بعشرات الشباب ليس فقط واحد ولا عشرة، وإنما كنظن على أن الوزارة على الأقل وصلتها 160 ولا 150 حالة من هذه الحالات، والتقديرات اللي كاينة هو أنه على الأقل كاين 200 مغربي ومغربية من الشباب اللي حاملين دبلومات وحاملين كفاءات واللي لقاو راسهم في يد هذه المافيات. هذه المافيات كتسخر مافيات أخرى اللي كتجي تسوق هنا في البلاد وفي بلدان أخرى ماشي غير في المغرب، من أجل أنها تأدي الشباب لتما يمارسوا على أساس أنهم غادي يمشي ويشتغلوا وكيتعرضوا لهم في المطار وكيديوهم للوطيل ومن بعد كيديروا لهم الفيزات باش يمشيوا للدولة فين بغاو لهم يمشيوا، ولما كيوصلوا تما كيلقاو راسهم في يد عصابات مسلحة ومعزولين عن العالم، وكيتطلب منهم على انهم يديروا واحد العمل اجرامي الكتروني ولمدة ساعات. كاين فيهم اللي كيشتغل 17 ساعه في النهار، سبع ايام في الاسبوع 17 ساعه في النهار، ولقاو راسهم في هذه الوضعيه. هذه احنا كنعلنوا على التضامن ديالنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان مع هذه المواطنات وهذه المواطنين. ثانيا كنحمل المسؤوليات للدوله المغربيه، الدوله المغربيه هي اللي مسؤوله على هذه الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه وحاله البطاله وحاله الياس اللي وصل لها الشباب المغربي باش يمكن له يختار الموت في البحار او يختار على انه يكون في يد هذه العصابات. وحنا هنا فقط للتذكير، حنا يعني عندنا كامل الثقه في الاجهزه، في كامل الثقه في المؤسسات ديالنا، انما غير فقط للتذكير وباش نشوفوا شي حاجه على ارض الواقع ويسرعوا بخروج دوك الضحايا اللي كاينين تما. كما قلت لك حيتاش هذه الخرجه اللي درنا حنا اعلاميا ما عرفناش واش هي غتكون في صالح دوك الناس اللي كاينين تما ولا غتكون ضدهم. لهذا حنا يعني كنناشدوا ان اي مؤسسه عندها دخل وعندها باش تفيدنا تسرع الامر ديال اخراج دوك الضحايا هادشي اللي كاين. انا زهراء اخت احد الضحايا اللي كاينين تما. شنو اخر اتصال؟ بالنسبه للاخ ديالي اخر اتصال كان معاه هو نهار الاربعاء، كانوا داروا معاه يخلص الفيديا ما خلصهاش، صافي حيدوا ليه التليفون. انا التواصل ديالي معاه فقط عبر بعض الاشخاص اللي كاينين تما عندهم هما هواتف كيوصلوا لي اخباره فقط. نعم اخويا ما كاينش كيفاش، حنا هما طالبينها عمله رقميه وحنا العمله الرقميه غير قانونيه، ما كاينش كيفاش غادي نصيفطوا الفيديا. داكشي علاش حنا هنايا باش الدوله تدخل وتلقى لهم شي حل. كما قلت لك مع من؟ مع الوزاره. مع الوزاره كنا حطينا الشكايات ديالنا، وحنا دابا اليوم باش نتذكروهم باش يخدموا معنا هادشي اللي كاين. حنا عندنا كامل الثقه كما قلت في الوزاره ولا في اي مؤسسه عندها دخل، وانما فقط للتذكير ويسرعوا يخرجوا دوك الضحايا اللي كاينين تما، حيتاش الله وحده اللي عالم بالتكرفيس اللي كيعانيوا منه هادشي. بالنسبه للاخ ديالي قرب يكمل شهر، حيتاش هو غير وصل تما تقريبا شي يومين وهو يفجر هاد القضيه. القضيه راه كانت تقريبا من 2022 ولا قبل، ولكن الناس ديال الضحايا العائلات ديال الضحايا كيكون عندهم واحد التخوف، ما بغاوش يخرجوا بواجه مكشوف مخافه يعني داكشي ينعكس على الضحايا. حنا كما دار الاخ ديالي هو كانت عنده واحد الجرأة، خرج بفيديو من تما وكملنا عليه حتى حنايا، يعني سولنا في وسائل الاعلام باش نوصلوا الصوت ديالنا حنا والصوت ديال باقي الضحايا وما يكونوش ضحايا اخرين اللي يطيحوا في نفس الموقف. هادشي اللي كاين. هوية بريس نحو اعلام هادف.